باج فيسبوك ديالي، غادي نعمرها بالتصاور ولي مشهور في البلازا. كلنا كنا كنظنوا ان الانترنت غادي تولي تنافس الوسائل ديال الاتصال الكلاسيكيه، لكن اللي وقع هو العكس. الانترنت ولات تكمل وسائل الاتصال الكلاسيكيه، خصوصا التلفزيون. فمجموعه كبيره ديال البرامج ومواهب الانترنت قدرات تشق الطريق ديالها نحو التلفزيون ودير المكانه ديالها. فالكوميديين من قبل مثلا كان خاصهم على الاقل 10 سنين باش انهم يوصلوا للتلفزيون او للسينما، ولكن دابا مع الانترنت هذه المده اختصرت في شهور قليله. يكفي فقط انه تكون عندك الموهبه ومتميز، تكون قادر انك توصل الموهبه ديالك بكل سهوله للجمهور. وكما لاحظتم مؤخرا التلفزيون بدوره ولا المحتوى ديالو كيميل للمحتوى ديال الانترنت، بحيث ولينا كنشوفوا برامج ومسلسلات قصيره ما كتجاوزش المده ديالها دقائق قليله. اللي وقع ان مجموعه ديال التلفزيونات العالميه بدات كتشري برامج من الانترنت بنفس الشكل ديالها وبالممثلين ديالها وكتعاود ديفيزيها عندها في القناه. وكمثال كاينه سلسله بغاف اللي عرفت واحد النجاح على الانترنت، ومن بعد شرات قناه كانال بلس وديفيزاتها ودارت بها واحد البوز هائل. كما كاين البرنامج اللي كلكم كتعرفوه، برنامج البرنامج، واللي كانت البدايه ديالو في اليوتيوب ومن بعد انتقل للقنوات التلفزيه، بحيث ان المقدم ديالو باسم ولا واحد من اكبر الاعلاميين في العالم العربي. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج البرنامج. بل كاينين كوميديين في الانترنت اللي قدروا بعد النجاح ديالهم انهم يمروا مباشره للسينما، بحال غيمي غايار، نورمان وشان داوسون. بونسوار كيدز، اوه سي بابا. سا سي النوفيل ايبيزا سا. 1 2 1 2 ديس سي كو ديبيو. Regardons sur la partie. Putain, on va repartir comme avant. On va frapper encore plus fort. Je peux pas refuser. بل كاينين ايضا قنوات فرنسيه اللي قدرات انها تشري شركات انتاج اللي كتخدم في يوتيوب بالكوميديين اللي فيها. فكاينه مثلا مجموعه جولدن موستاش اللي شراتها شركه ام 6، او حتى مجموعه ستوديو بيغل اللي قدرت تشريها القناه ديال كانال بلس. والمغرب بطبيعه الحال حتى هو دخل هذه الموجه، خصوصا بعد التطور ديال الانترنت عندنا وتطور ديال مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث انه ظهرت مجموعه كبيره ديال المواهب اللي قدرت انها تشق طريقها نحو التلفزيون، وفي بعض الاحيان حتى في الاذاعه وفي التنشيط وفي المسرح. وكمثال كاين الكوميدي حمزه الفيلالي، ايكو، او حتى رشيد رفيق اللي بداوا المشوار ديالهم فيديوهات بسيطه على الانترنت، وفضل الموهبه ديالهم قدروا انهم يشقوا طريقهم نحو التلفزيون. ما يخالف، ما يجادر، ما يمادر، ما يفادر، ما يسيستر، شرن كبايلة ولا شرن. وما نساوش ايضا حتى العنصر النسوي. لا ماشي هادي، ماشي هادي اخويا. وكمثال كاين الكوميديا قمر السعداوي، كانت هي عندها بدايه بسيطه بفيديوهات في الانترنت وانتقلت من بعد للتلفزيون برامج فكاهيه. وكان ايضا حتى الصحفيه والمدونه ميساء سلامه الناجي اللي قدرت انها تمر من الكتابه الالكترونيه للتنشيط الاذاعي. ميساء اليوم غتكلمي لنا كيف نحارب الغلاء بالاستغناء. نعم، هذه زاويه تمائيه للحمى اليوم بعيون ميساء. ايوا انتما اللي عندكم شي موهبه ما ترددوش تبارطاجوها في الانترنت. كل قال حتى انتما يقدر يعيط عليكم شي تلفزيون شي نهار. واش غنقول لكم؟ نقولوا باز وصافي.